لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. الوصفة النهاردة يا بنات بتاعتنا جميلة ورائعة جدا جدا بمكونين اتنين بس. هنعمل الوصفة الجميلة دي لترطيب الجلد وترطيب التقشفات اللي بتبقى موجودة في الرجل وفي الكعب. ان شاء الله وصفة رائعة بإذن الله تعجبكم بمكونات بسيطة. يلا بينا خليكم عجيجي عشان تعرفي انا عملت الوصفة الجميلة دي ازاي عشان ترطب بشرتنا وترطب جلدنا وتزيل اي تقشفات موجودة في كعب الرجل او في الركب او في اي منطقة في الجسم. اول مكون انا هحتاجه معايا النهاردة يا بنات هو جونسون بيبي، زيت الاطفال اللي احنا عارفينه طبعا كلنا بنجيبه من الصيدلية. جونسون بيبي رائع جدا يا بنات لترطيب الجسم، وغير ان هو بيخلي رائحة الجسم رائعة وممتازة جدا جدا. اما المكون التاني بقى اللي انا هحتاجه النهاردة معايا في الوصفة بتاعتي هو الفازلين. الفازلين رائع جدا وما فيش غنى عنه خالص، خاصة في فصل الشتاء، لانه بيساعدنا على علاج التشققات وبيرطب الجسم وبيخلي الجسم والجلد طري وناعم جدا. يلا دلوقتي هنعمل الوصفة يا بنات ونقول هنستخدمها ازاي. كل انا هحتاجه في الوصفة بتاعتي معلقة واحدة من الفازلين، وانتي ممكن تعملي يعني كمية مضاعفة وتعينيها معاكي في برطمان وتستخدميها طول فترة الشتاء، ممتازة جدا جدا للبشرة والجلد طبعا والتشققات. انا هحط معلقة واحدة زي ما انتم شايفين كده في الطبق بتاعي من الفازلين. انا بعمل معاكم كمية صغيرة، لكن انتي لو عايزة تعملي الضعف الكمية هتعملي الضعف بالظبط. طيب انا حطيت معلقة من الفازلين زي ما انتم شايفين كده، وهاخد برضو معايا معلقة من جونسون بيبي. جونسون بيبي يا بنات رائع جدا جدا لترطيب الجلد. انا معايا هوت الزيت جونسون بيبي، هاخد برضو معلقة طبعا عشان انا معلقتي دي صغنونة شوية، انا هاخد معلقتين بالشكل ده، وهبدأ اقلب بقى الفازلين مع الجونسون بيبي. هنقلبها كده بالشكل ده طبعا، بحيث ان انا امزج الفازلين مع جونسون بيبي بالشكل ده. يا بنات غير انها بتبقى ريحتها جميلة جدا جدا ورائعة بجد، هتعجبكم ان شاء الله. الوصفة ديت بتعمل ترطيب للجلد وتشققات الايد والتقشفات اللي بتبقى موجودة في كعب الرجل. في بنات كتير سألتني عايزة وصفة للتشققات، الوصفة دي حبيب قلبي رائعة وممتازة جدا وفعالة، يعني خاصة في فصل الشتاء ما تستغنيش عن الوصفة دي ابدا لتشققات الايد وتشققات القدمين، ممتازة جدا جدا يا بنات. دلوقتي انا دهنتها يعني قلبت الوصفة زي ما انتم شايفين كده اهو. طيب طريقة استخدامي بقى يا بنات للوصفة دي بتاعتي ازاي؟ طريقة استخدامنا يا بنات للوصفة بتاعتنا الجميلة ديت اللي هترطب الجلد كالاتي. هتاخدي يعني طبعا هتشيلي بايديكي كده كأنك بتدهني كريم عادي جدا، بس طبعا انتي عاملاه بنفسك وحاجة جميلة جدا وبترطب الجلد بسهولة. هتاخدي بس كده على ايديكي وتدهني بقى، يعني مثلا ممكن تدهني بقى ركبتك، تدهني كعب الرجل وخاصة التقشفات بتاعت كعب الرجل، هتدهني ايديكي. رائع جدا جدا يا بنات لترطيب اي منطقة في الجلد بيبقى فيها تقشفات، بيرطب الجلد وجميل جدا. ده غير ان هو بيعمل تفتيح برضو لو في اماكن داكنة بيعمل تفتيح ليها ان شاء الله. حبايب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا وبمكونات اتنين، وزي ما قلت لك لو انت عايزه تضعفي الكميه ممكن تعملي كميه كبيره، يعني ممكن تحطي معلقتين من الفازلين وعليهم 3 معالق من جونسون بيبي او معلقتين كبار من جونسون بيبي. دي كانت وصفتي النهارده يا حبايب قلب جيجي، اتمنى ان شاء الله تكون الوصفه سهله وبسيطه وغير مكلفه، وباذن الله تعملوها وتستفادوا بيها. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، وإن شاء الله أشوفكم جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.